طيب مثال ثاني على الانهيرتنس، بيرسون ستودنت. اتفقنا انه البيرنت هو عبارة عن بيرسون والتشايلد الستودنت. يبقى الستودنت هو عبارة عن بيرسون، لكن مش بالضرورة انه يكون البيرسون هذا عبارة عن الستودنت. نعمل كلاس البيرسون، الاتريبيوتس فيرست نيم لاست نيم الايج مثلا، تمام. ممكن نضيف عليهم جندر وسيلف دوت ادرس. وهنا نضيفه. وهنا في دالة الـ str مش ضرورة إن احنا نعملهم، فقط نطبع الاسم الأول والأخير والعمر، تمام؟ هنا في class الـ student طبعا هياخد من الـ person طبعا هنا معلومات الإضافية حكينا إنه في عندي معلومتين إضافيات عند الستودنت، إيش هما؟ بالضبط، فهذا بدنا نعمله في دالة الانت هنا. يبقى إيش حياخد؟ وهنا باقي المعلومات زي هاي بالضبط نفس الترتيب. حاجات بدنا نستدعي بدنا نعمل initialization للسوبر بهذا الشكل، فبنعمل سوبر بهدول الشغلات بهذا الشكل. هذا استدعاء للاتريبيوتس اللي موجودة في السوبر، الكونستراكتور الموجود في السوبر، واعطينا له الاتريبيوتس الفيرست واللاست والايج والجندر والادرس. ايش ضل عندي؟ هذول الاثنين. فبحكي هنا ممكن احكيهم هنا قبل self.stdid بتساوي stdid self.depth depth بهذا الشكل، تمام. طبعا هنا حكينا في عندي method walk على سبيل المثال، طبعا بتاخد سيلف. ممكن هنا او خليها تطبع مباشره my name is I am walking dot format عشان تتذكر دالة الفورمات سيلف دوت first name. تمام، في جوز ناقص؟ لا، كله تمام. وهنا حكينا انه في عندي دالة اضافية عند الستودنت انه ايش بيسوي بالاضافة للدوالة اللي موجودة في سوبر كلاس، شو بيعمل الطالب؟ بيدرس. هنا ممكن نرجع نفس الكلام هنا انه يحكي انه اسمه وانه ايش بيسوي
يدرس. تمام. لقيت هنا ممكن احنا نعرف بيرسون بي واحد بتساوي ايش؟ حكينا الاتريبيوتس فيرست انه محمد لاست نيم احمد بعدين الايج 28 والجندر ميل والادرس كذا. نعمل برنت بي واحد. محمد أحمد 28 عمره. وممكن هنا نعرف S1 إنه هو عبارة عن student. إيش اسمه؟ أحمد last name علي طبعا عمره 20 ميل ساكن في خان يونس. طبعا هنا يفترض انه انا اعطيله بالترتيب انه انا عندي هنا الانيشاليزيشن للستودنت اللي بدي اعطيله رقم الجامعة والديبارتمنت. هنا نروح نعطيله انه 1/2018 أو 2019 1/1/2 والديبارتمنت مالتي ميديا. تمام. حتى لو ما عملتش برنت في هنا انه في باراميتر ناقص هنا بحكي لي انه 7 بس ياخد student ID department 1 2 3 4 5 6 7 يعني 8 أحمد علي عشرين تك.
غلط كان هنا يا شباب، انه انا في سيلف بالضبط، سيلف لازم تكون موجودة هنا تمام. فبالتالي انا اعطيته اضافي للاي دي والديبارتمنت بالاضافة لمعلومات البيرسون. معلومات البيرسون عملنا لها initialization في السوبر من السوبر كونستراكتور، وعملنا initialization للاي دي. سيلف دوت اي دي بتساوي الاي دي، وسيلف دوت ديبارتمنت بتساوي الديبارتمنت تمام. الان الستودنت في معلومات الاس تي ار تبعته بس بطبع اسمه الاول والاخير والعمر. احنا ايش بنضيف عليهم؟ نضيف عليهم الرقم الجامعي. فهنا بدنا نرجع نعرف دالة الاس تي ار بهذا الشكل. طبعا لازم تاخذ سيلف، وهنا بنعمل ريتيرن نستدعي السيلف تبعت، نستدعي الاس تي ار تبعت البيرنت. نحكي سوبر دوت اس تي ار، وايش بنضيف عليها؟ قبل هنا سيلف دوت اس تي دي اي دي. تمام، فبالتالي حياخذ المعلومات من في بينهم ايش؟ اندرسكور. حياخذ هنا من البيرسون، حيطبع الفيرست نيم واللاست نيم والايج. حنعملهم كونكاتينيشن بالاول مع الستودنت اي دي، وبنستدعي الاس تي ار من السوبر. فبالتالي انت بتكررش اكواد، تستخدم اشي موجود من السوبر وبتضيف عليه تمام. هذه بنرجع نعرفها هيك، وهذا هاي. فبالتالي هنا نضاف الرقم الجامعي، الاسم الاول احمد علي، وهنا العمر. ممكن نطلب من اس واحد انه يمشي، هذه موجودة في السوبر نزلت معايا سب كلاس، وممكن نطلب منه انه يدرس. تمام، فبالتالي هنا بحكي اسمه وانه هو بيمشي، وهنا بيحكي اسمه وانه هو يدرس. تمام، واضح يا شباب؟ يعطيكم العافية.